مساء الخير فيصل بن أحمد، أخبار 24. في كل موسم حج تتطور الإمكانات التقنية والبشرية بشكل لافت. اللي ودي أعرفه معاليك، ودنا تشرح لنا بالتفصيل نموذج إدارة الحشود في هذا العام. شكرا. طبعا الحج كتجمع هو تجمع ضخم جدا، لا يوجد له مثيل في العالم ولا حتى قريب من هذا التجمع. يجتمع أكثر من 2 مليون شخص في منى اللي مساحتها تقريبا أكثر حدود 2.5 مليون متر مربع. هذا الحشد الهائل ينتقلون معا من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى مرة أخرى للحرم ذهابا وعودة. فحشد ضخم جدا، يعني لا يمكن أن هذه الحشود تتنقل بدون تنظيم واضح وخطة واضحة لإدارة هذه الحشود. لذا تقوم وزارة الحج بإعداد خطة واضحة ومنسقة مع شركات الحج وعثات الحج تنظم عملية التنقل لهم. هذه الخطة ليس فقط خطة تنقل، حتى تواجدهم كيف يتنقلون وأين تواجدهم في المواقع في المشاعر كذلك محددة حتى تضمن سلاسة التنقل بين المشاعر في مواقعها المختلفة. وكذلك يساهم حقيقة ويقود تنفيذها الزملاء رجال الأمن لضمان سلامة الحجاج. فعملية التفويج يعني حقيقة عملية معقدة وبنيت خبرات ضخمة لدى المملكة، وتم حقيقة بجهد كبير وتنظيم كبير بالتناغم الشديد مع الزملاء في وزارة الداخلية لضمان سلامة الحجاج، الذي دائما حقيقة قيادة بلدنا حفظها الله تحرص على أن تكون يعني عمل تفويج كل سلامة وكل صحة وعافية.